بحث وزير النقل دكتور هشام عرفات مع السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا سبل دعم علاقات التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في مصر. وبحث اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين. واستعرض عرفات أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مختلف القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما أبدى الجانب الهندي اهتمامه الشديد للتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال الموانئ البرية. واستعرض الجانبان التعاون القائم في مجال السكك الحديدية والمتمثل في تطوير شركة كورنكس الهندية ل 136 مزلقة على سكة حديد بنظام التحكم الأوتوماتيكي والتي تم الانتهاء من 105 مزلقة منها.